للمزيد ينضم إلينا من باريس موفدنا سيف الدين العامري. سيف أهلا بك. يعني بينما تعود حركة القطارات إلى طبيعتها بعد العملية التخريبية التي تمت قبيل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، هناك أيضا عمليات تخريب على ما يبدو طالت الخطوط الاتصالات. اطلعنا على طبيعة الوضع فيما يتعلق بمدى تأثير ذلك على الداخل في باريس وعملية تنظيم دورة الألعاب الأولمبية، وأيضا ردود فعل الجهات الرسمية على ذلك. نعم مروج، في منطقة سان ماريتيم تم توقيف أحد العناصر. تقول فرانس انفو أنه معروف بنشاطه لدى مجموعات أقصى اليسار والفوضويين، وطبعا هو الآن بصدد الاستجواب من قبل الشرطة الفرنسية لاحتمال تورطه في الهجوم على سكك الحديد منذ 3 أيام. إذن وزير الداخلية الفرنسي جيرال درمانان يؤكد أن أصابع الاتهام تتوجه نحو مجموعات أقصى اليسار المعروفة بنشاطها المناهض لما تسميها الرأسمالية وأيضا المناسبات العالمية كالألعاب الأولمبية، يعني مناهضين للعولمة وغيره. طبعا هذه المجموعات الآن بصدد البحث والتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية بعد أن أكد وزير النقل الفرنسي أن كل الخطوط المتعلقة بالقطارات عالية السرعة قد عادت منذ صباح اليوم الاثنين إلى العمل كما كانت قبل 3 أيام، أي قبل الهجوم التخريبي الذي طال أجهزة مراقبة والتحكم في القطارات عالية السرعة. طبعا وسائل الإعلام وخبراء أمنيين يتحدثون هنا في فرنسا أنه لو نجح ذلك الهجوم التخريبي لكانت هناك كوارث بين ظفرين قد حدثت في المسافرين والسياح الذين يستقلون تلك القطارات عالية السرعة سواء داخل المدن الفرنسية أو حتى المدن الأوروبية المرتبطة بهذه الشبكات من القطار، خاصة شبكة أوروستار التي تربط باريس بلندن وبروكسل ومدريد وأيضا مدن في الشمال الإيطالي على غرار ميلانو وبولونيا وتصل حتى إلى روما. طبعا هذه التطورات الأمنية تأتي أيضا في سياق تطور أمني آخر، وهو الهجوم الذي حدث على شبكات الاتصال الهاتفي ضمن مشغلين هاتفيين في 6 مناطق فرنسية. التحقيق جاري وأصابع الاتهام أيضا توجه إلى ذات الجهة المسؤولة عن الهجوم عن القطارات. مروج، طيب سريعا سيف، مسألة أخرى مرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية أيضا، تم لوم فرنسا أو تم لوم الإدارة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، وهي مسألة الصورة التي خرجت بها لوحة العشاء الأخير والهجوم الذي تم على الجهات المنظمة. كيف يتفاعل أو تتفاعل هذه القضية في الداخل الفرنسي؟ في الحقيقة مروج، العشاء الأخير لوحة ليوناردو دافنشي يؤولها المتخصصون في الفنون على أنها لوحة فنية أقرب منها إلى الفنون، ولكن هي لدى مجموعات عديدة في فرنسا، يعني لنقولها كاثوليك، يعني هم متدينون ويعتنقون التيار الكاثوليكي، وطبعا يحز في أنفسهم أن تقحم هذه اللوحة برمزيتها العميقة لدى الأوروبيين بشكل عام وخاصة الفرنسيين في أولا دورة ألعاب أولمبية، بل طبعا دينية في دورة ألعاب أولمبية. يبدو أن الأمر قد يقول الفرنسيين تيري بار لي شيفو، يعني ممسوكة من شعرها وأقحمت إقحاما. ثانيا أنها اللوحة وضعت في سياق ربما لدى مجتمع الميم، والمسألة لا تتعلق بعضها ببعض، هذه لوحة في ترمز إلى نهضة أوروبية، إلى فنان كبير يعني أدى إلى تحديث أوروبا، إلى استنهاض أوروبا. لكن أقصد هل الداخل الفرنسي سياق غير سياق مهتم بهذه القضية سيف؟ نعم نعم، مثلا لو فيغارو وحتى ليبراسيون في هذه صحف كبيرة في فرنسا في مواقعها على مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدت بشكل أو بآخر هذا الموضوع، خاصة لو فيغارو وهي صحيفة ربما تميل أكثر إلى اليمين الفرنسي، تؤكد أن هذا الإقحام لا معنى له في ضمن ألعاب أولمبية وموضوع متخصص يعني في الألعاب الأولمبية، فوضع هذه اللوحة ربما مقحم وقد يبدو دون معنى
إلا معنى واحد فقط وهو الاستفزاز بين ظفرين. أنا سمعت هذه الكلمة من عديد المحللين الفرنسيين في وسائل الإعلام الفرنسية، هناك نوع من إقحام هذه اللوحة في سياق غير سياقه مروج. شكرا جزيلا سيف الدين العامري، موفدنا إلى باريس.